كأنك بتعمل نفس البروسيس وقت عملية الاستخلاص بالنسبة لنا بيبقى في جهاز بياخد الكهرباء 220 فولت لفولت معين بنسلطه على الزيل بتاع العرب فبيعمل عملية تحفيز ليه ان في مخاطر بالنسبة له فبيطلع السم اللي جواه دفاعا عن نفسه. الكمية ديت عبارة عن 7000 عرب تمام دول 2 جرام تمام حصيلة 7000 عرب. شركات الأدوية. حط فرصة الكشافة.